احنا بنتكلم دلوقتي على الغضاريف اللي بتأثر على الحركة. في غضاريف ثابتة اللي هي بتحافظ على الشكل اللي قلنا عليها زي الترقية والشكل الأذن وشكل المناخير وشكل العمود الفقري، شكل القفص الصدري. عندنا بقى المفاصل اللي الناس دايما بتعاني منها وبتشتكي منها زي ما قلت بالظبط كده، اللي هي المفاصل الحركية، تمام، الغضاريف الحركية. الغضاريف اللي موجودة في مفاصل التحميل، يعني ايه مفصل تحميل؟ مفصل تحميل ده اللي هو بيشيل وزن الجسم، زي مفصلين في الحوض ومفصلين في الركبتين ومفصلين في الكعبين، دول طبعا الأساسيين بتوع التحميل. زود عليهم كمان الفقرات بتاعة العمود الفقري ما بينها غضاريف، يبقى أنا دلوقتي أهم غضاريف عندي اللي هي طبعا غالبية الناس بتشتكي من مشاكلهم بتبقى في التحميل، اللي هم زي الركب أو العمود الفقري والظهر.